وكان المجلس واليوم الرابع على التوالي استأنف خلال جلسة صباحية عقدها اليوم ماراثون مناقشة قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة. مضامين كلمات النواب التي ألقيت اليوم لم تخرج عن مضامين الكلمات السابقة التي وجهها نواب آخرون، سيما من حيث الانتقاد الحاد للسياسة الحكومية الاقتصادية. فقد طالب متحدثون في جلسة اليوم الحكومة بالعدول عن ما وصفوه بسياسة التغول على جيوب المواطنين وتشجيع الاستثمار ورسم خريطة صناعية جديدة لاستيعاب العدد الهائل من المتعطلين عن العمل، بالإضافة إلى بناء جبهة داخلية متماسكة تشترك في تحمل الأعباء الاقتصادية وممارسة مزيد من الضغوط على المجتمع الدولي لتحمل الأعباء الاقتصادية للاجئين السوريين في المملكة. إلا أن ما حصل القيادة القوية من العائلة المالكة وتشارك وتعاون كل من الحكومة والبرلمان، بالإضافة إلى القوى العاملة التي لديها درجة عالية من المهارة والخبرة والتوجه إلى الاستثمار في الإنسان واستقطاب الاستثمارات بشتى السبل والحد من هجرتها، من أهم العوامل التي تساعد في النمو الاقتصادي المرجو. أسباب هروب المستثمرين أو عدم إقامة مشاريع، الموضوع هو جدوى اقتصادية أصحاب السعادة، هو موضوع خسارة وربح، وهي معادلة واضحة. إذا المستثمر لقى في الأردن أنه هذا المشروع ممكن أنه يخدمه بيعمل استثمار، أما إذا لقى واحد بجنبه ماخذ قطع أراضي أو عامل مشاريع بأقل من الأسعار اللي ماخذها هو أقل بعشر أضعاف وغيره يأخذ سعر، فأنا بعتقد أنه ما راح يعمل استثمار. فأنا بطالب الحكومة دراسة هذا الموضوع.